سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية. عطوفة الأستاذ عبد الكريم السيد شوية، مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية المؤسسة الوطنية للنفط دولة ليبيا، شركاء التميز والنجاح السادة المدربين الأفاضل، الطلبة الخريجين الأعزاء، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعدتم مساء أرحب بكم أجمل ترحيب في حفل تخريج مشاركين المؤسسة الوطنية للنفط في شهادة خبير المعايير الدولية لإعادة التقارير المالية IFRS Expert. كما ويسرنا إعلامكم بأن هذا الحفل سيتم بثه عبر أثير إذاعة طلال أبو غزالة للثقافة والأعمال على تردد 102.7 وعبر منصات التواصل الاجتماعي. نحتفل اليوم بمجموعة من المهنيين الحاصلين على مؤهلات المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين والذين انضموا إلى من سبقوهم من الحاصلين على المؤهلات من الطلاب المرشحين من المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا، حيث يفخر المجمع بأنه وبالتعاون مع المؤسسة قد قام على مدار عام كامل بتدريب 56 طالب وطالبة من 9 شركات نفطية ليبية مختلفة وبدعم وتوجيه من المؤسسة الوطنية للنفط. والآن اسمحوا لي أن أرحب بسعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية، ليتحدث إلينا مشكورا. تحياتي. اليوم أنا أيضا مناسبة عزيزة لعدة أسباب. إحنا مثل اليوم حصلت أنا على أول رخصة إلي كمحاسب قانوني قبل 60 عام، يعني سنة 63 حصلت على ترخيص مدقق حسابات من دولة الكويت، لأني كنت مقيم في الكويت من سنة 60 إلى 90، 30 سنة. فبداية حياتي كمهني بدأت في الكويت، وبدأت هذا الترخيص الذي استمر ساريا منذ عام 1963. فأنا يعني سعيد بأني ختيار المحاسبة القانونية. بهذه الصفة انتخبتني الأمم المتحدة سنة 1995 لأرأس أول مؤتمر للأمم المتحدة عن المحاسبة كعلم. كان اسم المؤتمر المؤتمر التعليم المحاسبي الأول في الأمم المتحدة، وكان موجود رئيس من كل الوفود، رؤساء بما فيها رئيس وفد أمريكا من وزارة التعليم. فكان الكلام في المؤتمر عن تطوير علم المحاسبة، بينما هو تكلم عن تغيير. قلت له إحنا بنحكي تطوير، أنت بتحكي تغيير. قال لي أنه إحنا متابعينك وبنعرف أنه أنت بتحكي بالتغيير وبدك تغير، شو ممكن تكون جايبنا لنحكي في تطوير؟ لأن التعليم الحالي كما تقول، هو اللي لا يصلح لمجتمعنا الاقتصادي، نحن بحاجة إلى تعليم من نوع جديد. ويمكن هاي أيضا مناسبة هامة لي، بالنسبة لي أنا أعمل الآن على مشروع لتغيير التعليم على مستوى العالم، مش مستوى البلد ولا المنطقة، لأن التعليم التقليدي لم يعد يصلح، وأصبحنا نحتاج إلى تعلم بدل التعليم، أي أن ندرس أنفسنا، وهنالك يكون مواد وبرامج وتدرسها. وحصل أني أنا تجربتي في الحياة كل ما أمارسه لم أدرسه بالمدرسة، ولكن علمته نفسي. فممكن لبعضكم بتذكروا كان في شيء اسمه الإنسايكلوبيديا البريتانيكا. الإنسايكلوبيديا البريتانيكا كانت مجموعة كتب فيها معلومات عن كل شيء تقريبا،
عن الجغرافيا عن التاريخ عن كذا، بس كتب مجموعة الأرض محتفظ فيها. أنا الآن أنا أنشئ إنسايكلوبيديا جديدة ما لها علاقة بالبريتانيكا، وهي فقط للتعليم وهي رقمية، ما فيش كتب، كلها على الموقع. الهدف أن يتاح لكل إنسان في الدنيا أن يتخرج ويحصل على شهادات ومؤهلات وخبرات وهو في موقعه وفي مكانه. ما أحتاج فيزا ويمنع علي الفيزا، ما أحتاج مال وما عندي مال إلى آخره. وستصدر بناية العام القادم 24 سنة 24 باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث أي إنسان في الكرة الأرضية من زامبيا أو من سيدني بأستراليا يريد أن يدرس أي شيء يذهب على الموقع يبحث عن ما يريد ويتراسل معه رقميا أونلاين ويدرس رقميا ويمتحن رقميا. هذا ما يحقق العدالة والمساواة في فرص التعليم في الدنيا، وإن شاء الله سيكون هذا إذا الله أعطاني العمر أن يكون هذا رسالتي في نهاية حياتي، اللي هي تطوير التعليم وتحديدا التعليم المحاسبي. أنا كنت أيضا كما تعرفون بعضكم على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين في نيويورك الذي صاغ معايير التدقيق، معايير المحاسبة القانونية، وقمت أنا شخصيا بصياغة العديد من المعايير التي تطبق الآن في تدقيق الحسابات، بالإضافة إلى أيضا كنت على مجلس كان الIFRS وكان اسمها في الماضي كما نعرف الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة، هي كانت للمحاسبة وكان هنالك معايير للتدقيق من قبل الاتحاد الدولي. هذه المؤسسة كانت لمعايير الحسابات المحاسبة International Accounting Standards، بس accounting، والثانية auditing standards. أنا كمحاسب قانوني منذ 60 سنة أتشرف وأفخر بأن أبارك وأحيي زملائي الذين الآن يستطيعون أن يقولوا نحن أصبحنا محاسبين قانونيين. هذه مهنة عظيمة، مهنة لها احترامها ومصداقيتها في كل الدنيا، ولها احترامها في كل المجتمعات. فاحنا تشرفنا أخي عبد الكريم شوية بأن نحظى بثقتكم وزملائكم في هذا المشروع لشركة النفط الليبية. وليبيا بلدي ووطني، أنا قومي عربي، ما عندي بلد في الوطن العربي يتميز على آخر. بالنسبة لي ليبيا كفلسطين حيث ولدت، وكلبنان حيث لجأت، وكالكويت حيث بدأت، وإلى كل الدول العربية التي أفخر بأنني أنتمي لها. ليبيا دولة مهمة عظيمة، والدليل ما تتعرض له من مشاكل. يعني أنا دائما بقول لما بقولوا إن البلاد هذه خربانة، هي لأنك أنت عم بتحاول أن تأخذ حصتك منها. يحصل هذا الصراع، العالم كله يتنافس على ليبيا، لأن ليبيا دولة هامة ودولة محورية بكل المعايير، ليس فقط بنفطها بل بموقعها وبتاريخها وبعظمتها. أنا تربيت فترة، سكنت في ليبيا وتعلمت على الخلق الليبي
وأفخر بصداقاتي في ليبيا في تاريخي كرجل عمري الآن 85 عاما كملت، فجزء كبير من حياتي قضيته في ليبيا العزيزة العربية التي نفخر بها وبموقفها وقوميتها العربية. الليبيين قوميين عرب أكثر مني، وفلسطينيين أكثر مني، وحريصين على مستقبل هذه الأمة أكثر مني. بارك الله فيكم، وأنا فخور بكم وشاكر لثقتكم بنا. أهلا وسهلا. شكرا سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. ننتقل الآن لكلمة عطوفة الأستاذ عبد الكريم السيد شوية، مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. وجودنا اليوم هنا هو تأكيد لما قاله الدكتور من علاقة وطيدة لها امتداد تاريخي، وبإذن الله يكون لها فرص على المستقبل لجمع بين كل الدول العربية وكل الخبرات في وعاء واحد. نحاول نلخص الكلمة في 3 نقاط. النقطة الأولى اللي هي تفاجأت بصراحة، وكان المفاجأة هذه منها حزن وفرح. الحزن إن الشهادة اللي نتشرف إنها نحضر الجزء التخرج لزملائي اليوم هي أول مرة تكون في ليبيا، لكن في نفس الوقت فرحت إن القطار رغم أنه تأخر حجزنا كرسي على القطار، حجزنا كرسي في التقدم للمرحلة الأخرى. ليبيا أرهقتها النزاعات، أرهقتها الصراعات على الصعيد الداخلي والخارجي، لكن اليوم القطار على سكة التغيير، ونرى وكل شخص يقدر يرى أن في خطوات جدية في هذا الاتجاه. فسعيد جدا ونشكركم كزملاء وكالمجمع العربي لحضوركم اليوم. الشيء الثاني، المجمع العربي على رأسه هو دكتور طلال قيمة ليس في الأردن، ليس على الصعيد الشرق الأوسط، بل قيمة نفتخر بها أنا وكل عربي موجود اليوم، قيمة دولية. فأقل شيء إن مفروض أن نستفيد من الخبرات هي باتجاه تغيير للأفضل. فلسفة القطاع، المؤسسة الوطنية النفط وقطاع النفط في ليبيا كلها اليوم، هو فكرة بدل العلم بالشيء العمل به. يعني فرق بين to know and to do. كل الناس يتخرجوا من المحاسبة من الجامعات يفهم العلم، لكن أداء هذا العلم اللي هو يدخل مرحلة الممارسة، هذا الشيء اللي هو وجدناه في التدريب المجمع العربي اليوم، وفي شفنا الأثار الإيجابية على المتدربين، شفنا الفيدباك للمتدربين المؤسسة الوطنية النفط كانت جدا إيجابية وسعيدين بها. الجانب الأخير هو اتجاه مجلس إدارة مؤسسة وطنية النفط. كل التفكير اليوم هو في العنصر البشري. العنصر البشري هو يشكل الترس لتغيير أي آلة. الآلة لما تكون على صعيد شخصي، على صعيد مؤسساتي بسيط، أو يكون على شكل استراتيجي اللي هو اليوم في المؤسسة الوطنية النفط على أكثر من 75,000 شخص. المحاسب هذا هو حزام الأمان الذي يحمي الأموال في أي قطاع. أحب أن أسميه أمين لأنه هو الشخص الوحيد أعتقد أكثر واحد تنطبق عليه كلمة الأمانة،
هو يؤتمن على مال قطاع كامل، يؤتمن على إيمان على مال شركات وأشخاص، مالي أنا وإنت وكل شخص موجود في الدنيا، هو الأمين. وأختم بتحية لوطننا كلنا فلسطين، تحية للقدس الولادة التي أنجبت لنا مثل هذه الشخصيات نفتخر بها كلنا، تحية للقدس. وأشكر النشامة وأهل الكرم والجود، أهل الأردن، أهل البتراء وجرش وقصر عمرة، أهل الدشداشة والخنجر والشماغ والقضاضة والقهوة. شكرا لكم وشكرا لحسن الاستضافة، ويومكم طيب إن شاء الله. شكرا عضوة الأستاذ عبد الكريم السيد. والآن نطلب من الخريج الأستاذ هشام شعبان إلقاء كلمته نيابة عن زملائه الخريجين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة والسيدات الحضور، يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسيادة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين على رعايته الكريمة لهذا الحفل. والشكر موصول أيضا للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذين حرصوا على مشاركتنا في هذا الحفل، والذي جاء تقديرا منهم للجهود التي بذلها المتدربون والنتائج التي تحققت بفضل من الله وكرمه بحصولنا على الشهادات المهنية، وآخرها شهادة خبير معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية. كما نوجه شكرنا وتقديرنا للزملاء بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، وكذلك الأخوة والأخوات بالمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين على ما بذلوه من جهود مضنية للإعداد والإشراف على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بكل حرص ومهنية واهتمام. السادة والسيدات، لا يخفى على سيادتكم أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي قابلة للتطوير والتحديث متى دعت الحاجة وكلما تطورت الأنظمة المالية. ولكي نواكب هذا التطور بما يخدم رؤية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير بيئة العمل المؤسسي، فإننا نأمل رعاية السيد مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بمد جسور التواصل المستمر مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، سواء بعقد ورش العمل أو الندوات أو المؤتمرات العلمية أو الدورات التدريبية التي من شأنها تطوير وتأهيل المحاسبين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك لما لمسناه منهم من استفادة علمية ومهنية. ختاما، لا يفوتنا أن نخص بالشكر السادة المحاضرين الذين لم يدخروا جهدا وكانوا حريصين كل الحرص على نجاح هذا البرنامج وصولا للأهداف المنشودة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ هشام شعبان. يسعدني أن أرحب بسعادة الدكتور طلال أبو غزالي وعطوفة الأستاذ عبد الكريم السيد لتسليم الشهادات على مستحقيها، فليتفضلوا على المنصة مشكورين. الأستاذ مصطفى المليقطة. في نيويورك وكنت لأول مرة بشوف واحد شكله عربي، كلهم كانوا أمريكان وإنجليز. يعني هاي المهنة يسيطر عليها المؤسسات الأنجلوساكسونية، فجاءهم هذا المتخلف من الدول العربية. فقلت لهم أنا بأول جلسة اسمحوا لي أسألكم، ما هي البيانات الختامية وما هدفها؟ طبعا باعتقادهم أنني جاهل قالوا معروفة كما مكتوبة في مقدمة الأدلة، هي إعداد الحسابات لتستطيع استخراج
أرباح وخسائر المؤسسة ووضعها المالي، أي حساب الأرباح والخسائر وبيان الميزانية الختامية، موجودات ومطلوبات وقديش أرباح أو خسائر. قلت لهم بس ليش نعمل هالجهد هذا، شو الفائدة؟ قال كيف يعني هذا سؤال لا توخزنا، بس مش ملوش أي أساس. واضح أنه بلازم تعرف المؤسسة نتائجها وتعرف وضعها المالي. واضح السؤال، فأرجوك يعني خلينا ندخل بالعمل وما نضيعش الوقت. قلت له معلش بس أنا عندي اقتراح أقدمه كعضو في هذا المجلس، أننا بحاجة لتغيير أهداف المحاسبة. قال تفضل شو الكلام؟ قلت له بدي أن نلغي أن الهدف هو إعداد البيانات المالية التي تظهر الأرباح والخسائر وتظهر الوضع المالي، وأن نقول نظهر ننتج البيانات المالية التي تساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات الاقتصادية. يعني أنا بأخذ الميزانية والأرباح والخسائر بحطهم على الرف بس، لا، ما هو الهدف؟ الهدف كيف أستفيد من هذه البيانات لأصحح في عملي، لأطور، لأتقدم، لأتوسع، وكيف أحصل على نتائج أفضل في السنة التالية وعلى وضع مالي أفضل. الرئيس بكل عظمته قال هل هنالك أي تثنية على الموضوع؟ ما في حد ثنى علي. قال لي سقط اقتراحك فخلينا ندخل في شغلنا. قلت له شكرا. استطعت أن أقنع واحد من الأعضاء أن يثني في الجلسة القادمة، وحصل أن ثنى. فدخلنا في البحث، وبعد سنة كاملة من الاجتماعات تقرر تغيير أهداف المعايير، وكتبت النص الجديد الذي هو النص الساري، وهي أن المحاسبة أداة لصنع القرار الاقتصادي، لأن هذه هي فائدتها الحقيقية. عفوا للإضافة، بس حبيت أنا أكرر قديش مهم أنه نحن نطور وقادرين أن نطور على مستوى العالم. الأستاذ عمر المشرقي. الأستاذ حسين زائد. الأستاذ عبد السلام العياض. الأستاذ شامي الشجمان. الأستاذ هشام شعبان. الأستاذ أحمد المنتصر. الأستاذ حسين المصراتي.
الأستاذ السيد سلامة السيد. أوكي. الأستاذ أسامة شناب. الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ طارق باحور. ولأن النجاح لا يتحقق إلا باكتمال جميع أركانه، لن ننسى في هذا اليوم تكريم المدربين الأفاضل الذين شاركوا في العملية التدريبية على مدار عام كامل، وهم الدكتور جمعة حميدات، الدكتور إسحاق يوسف، الأستاذ سعد هباهبة، الدكتور حسان الجدع، الدكتور علاء الطرونة، الدكتور محمد الخطايبة، الأستاذ نضال العدينات، درع تكريمي للمؤسسة الوطنية للنفط يقدمه سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لعطوفة الأستاذ عبد الكريم السيد شوية.